يلا نعم يا تنورة كريمة يا ناسين الحبايب ليش الخفيف الخفيف الوالد ما يحب الأغاني يا ناسين الحبايب ليش بالقسوة يا ناسي ما تذكروا ليلتنا الحلوة دورينج دورينج كل الهول أقول شلون دخل العودة ذي شنو نسيتها تعال تقول شرع السيارة يا أخي متمل مبروك يا وعي مبروك خلاص من اليوم رايح من الجبل 24 ساعة يا أبو حمد أي ماكو مفرعات يا ويلك يا الوالد قالوا لك أم 44 يا ويلك يعني أنا أم 4 الله يخليكم السلو العظيم حتى معاهم هذي ولا يهمك يا الوالد ولا يهمك ما عليك أنا بساعدك وأنا وانا اي نعم انا شمهنتي هني انا واحد من افراد العائله فلازم اساعد كل شيء اي نعم اي بس ما عدا غسل الصحون ما لي شغل انت توهقوني تفضل والد الحين عاد بتقول لك هالقهوة هذه من ايدين الحلوة الوالد قل له يسكت عن الحسلة طبعا ما في احلى من يد اختك سعاد لا 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 من قال كلش ابدا ماكو احلى من ايد بنتي سعاد لا ما في الدنيا احلى من ايدينك ما احلى ريحتك يا احلى ام في الدنيا يا الله ويني وين بروح ارتاح عيبه شوي ايش تحوي بقى تو الناس يا حفلتكم للحين ما انتهت الا قول ما بدت يبه تكفى يبه عطنا فرصه ارجوك يبه يلا تصبحون على خير خدماتكم التي قدمتموها خلال مدة عملكم في الوزارة مع تمنياتنا لكم بالتوفيق زمن الأنام
زمن الأنا الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس. صباح النور. تبي شاي بابا؟ بعدين. لا حول ولا قوة إلا بالله. طلال قوم، خس من النوم قوم. واي بابا نام ما نمت عدل. اسمع يا طلال، لك 5 دقايق إن ما قمت راويك. يلا Thank you.
هذا انت؟ هذا انت يا حمد العود؟ عاد شو اقول حق الصغار؟ يبا انت المفروض تكون قدوه لهم وصوت في البيت. يا يبا هو اللي طول لي عمرك، ما تعلمني شو اللي صاير؟ شو اللي صاير؟ شو اللي صاير ها؟ اي عاد يبا فهمني شو اللي صاير؟ اقعد. قعدنا؟ انا لما كنت موظف. استغفر الله العظيم. يبا يوم انك كنت موظف انا معاك. انا لما كنت موظف ادارتي كانت تمشي مثل الساعة، كل شيء فيها يمشي بنظام وبترتيب، والعقرب اللي يتعب ولا يتكاسل نشيله نبدله نجيب واحد مكانه احق منه بالعمل. انت فاهمني؟ تشرب شاي بوي؟ صباح الخير. صباح النور. يلا يبا يلا يلا خلصيني يلا يلا بروح ورانا دراسه ورانا. يا ساتر يلا صباح الخير. اقول لك يلا ما عندي وقت خلصيني. ايش تريد؟ ها اعطيني العشره اللي طالبت اياها. انت تطالبني عين؟ انت تطالبني انا؟ ايش فيني؟ متارس عيني؟ لا تارس عيني ومخابيه بعد. يلا عين خلصيني يلا. لحظه ولا ترى ما بعطيك. ها حول الله بسرعه. ما بعطيك تراني. خذ. شكرا. صدق بنات مايون الا بالعين الحمراء. المفروض يا استاذ يا مربي يا فاضل ان الكل يجتمع هنا على الريوق ويطمنون على بعض ويسمعون اخبار بعض، لان هذه الايام تزيد من اواصر المحبه والترابط الاسري الصحيح. ممكن واحد يخطف لي سندويش ولا استكانة شاي وراح. يا يبا يوم انك كنت موظف. عفوا يبا انا ما كان قصدي، بس اقول يوم انك كنت موظف انت كنا كلنا نقعد على الريوق وانت اي نعم صحيح، لان انا المسؤول الاول والاخير عن الاسره ومن واجبي اجتهد في عملي، واعتقد من واجب ولدي العود انه يكون صورتي وصوتي في البيت ويحفظ الاساس اللي انا ربيت عليه. يا يبا كل الامور ماشي تمام، ما يحتاج اضخمها. بعدين اذا كنت تبغى الامور تمشي مثل الساعه يبا اسمح لي. تعال اطلع. شو سبب كذي؟ شيلي لي لبس الخميس بالله عليك هذا منظر؟ ها ونعال لابس لي نعال على زي مدرسي. شيلي يدك عني زين. انت ايش فاهمكم انتم؟ هذه ما تعرفين شنو هذا اللبس؟ هذا اللبس الصحيح. هذه سكبر. هذه الكشخه. هذه الموضه. موضه؟ اي هذه الموضه. هلا هلا على هالموضه. ها احترم نفسك عاد. صباح الخير. صباح الخير يا احلى واحن ابو بالدنيا هذه كلها. صباح الخير يا اخي العزيز. صباح الخير. صباحك الله بالخير يبا. صباح الخير يا جماعه. جود مورنينج. طلب. نعم يبا. ما تشوف شكلك؟ ما تشوف طريقتك وانت داش علينا؟ من وين تعلمت هالاختراع؟ هذه فائده التعليم؟ وانت اقول حمد شو السالفه؟ شفي الوالد اليوم صباح الله خير؟ شيء طبيعي، هذا أول يوم له بالوظيفة الجديدة القديمة، لازم يكون هناك بعض ارتباك. سعاد أنت فاهمة شيء؟ أنا للحين خايفة وما أريد حد يكلمني. سعاد أنت مصدقك؟ أول مرة أبوي يصرخ بوقي كذي، عمري ما سمعته يكلمني بهذه الطريقة. لا تكبرون السالفة. عادي يقول لك عادي. يلا عادي. يا
تقدر تطفي السيجاره اللي بيدك وانا سكت هذا. طفاية ما ادري. هذه الطفاية. شكرا. شلون تقدر على هالريحة الخايسة والوصاخة من صباح الله خير؟ من صباح الله خير زقاير على الريج؟ على الريج يا معين؟ طال عمرك انا لو ادري انك بتدخل غرفتي كان بخرتها وعطرتها بالعود والمسج والريحان. بس 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 عرفنا خلى لك وبعدين انا ادش الغرفه وقت ما يعجبني، فاهم ولا لا؟ فاهم طال عمرك فاهم. انتم ما عندكم كشف مكتوب فيه اسماء الموظفين وكل موظف يوقع في ساعه معلومه ووقت محدد؟ لا يبا، هذا عندكم في الوزاره، احنا هني كشته كل من ايده اله. تطنس؟ لا حشا والله يبا، وهذا راسك. بس بغيت ارد على سؤالك. على العموم انا موافق، وبعتبر الانسان الجاد ما بحاجه الى كشف مادي، لان هذا الانسان في داخله كشف معنوي نابع من ضميره، بس لازم بعد يوقع. عليك نور، هذا اللي بغيت اقوله. ايه بس انت للحين سرحان وقاعد ببجامتك وتدخن على الريج. عيله وين ضميرك؟ ولينا السلام. توفيق. اليوم التكشيرة زايدة عند الأخ العزيز، ايش صاير؟ الوالد تقاعد. خرعتيني، على بالي صار في شيء. وفي شيء أكثر من هذا بعد. يلا امشي امشي امشي. بس انت انكبت انكبت عندك يا اخ، وانت للحين تحلمين؟ الدنيا ظهر قومي، هاي في الليل ايش كنت تسوين؟ حتى في الحلم ما تستغنين عن كريم، حتى وانت حلمانة ما اخذ معاك خدامتك. خدماتكم التي قدمتموها خلال مدة عملكم. الخدمات التي قدمتموها.
ها؟ حلوة؟ حلم لذيذ. حلو زين يا لذيذ. اتبعني، مردك بالأول والأخير راح ترجع أسعد. ممكن سؤال واحد لو سمحت؟ سمحت، تفضل. ليش أنا ما عندي مثل اللي عنده؟ لأنك أنت وأنت مو هو، فهمت؟ قلت لك اتبعني، اتبعني يا طلال علشان تصحى. يبا أنا ماني بتبعك ولا بصير مثلك. زين كريم الغد جاهز؟ شفيت ما تردين؟ اكيد اكيد قاعد تفكرين باهلك في بلادكم. ها ابو حمد انتهني لما الحين. يعني وين تبيني اروح؟ اي صح صح نسيت. نسيت انك اي كمليها. وش فيها يعني متقاعد؟ ليش هو متقاعد عيب يعني؟ وانت لمتى بنت من كذي؟ شنو يعني بدينا نجاوب؟ يعني اقول كل يوم تطلعين زيارات حق ام مشعل لوقت الاذان. الله 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 اسكت اسكت على ام مشعل اسكت على اسكت. الله يلعثك يا ابو حمد، الله يلعثك اللي في بيت ام مشعل. شيء يطير العقل لا، وطلب خاص من ايطاليا ما في مثله في السوق. اخ على حظي يا اخ. ايه وبعدين؟ اقول ابو حمد خير. اقول يعني لو ادري ايش بتقولي. تسلم لي بعد عمري. ايه هذا هو. انا اقول هذا ابو حمد اللي عمره ما رفض الطلب لو محمد. لحظه ايش بتسوي؟ بتصل في ام مشعل على اساس اخذ منها رقم التليفون مال الوكيل اللي جاب لهم الاثار. يلا خلي التليفون مجانا. ليش؟ بدال ما تقعدين لي دواره من بيت لبيت داشة على فلانة وطالعة من عند فلانة، حطي بالك على بيتك وعيالك، شوفي أحوالهم ومشاكلهم. ما هو بالأثاث هذه تغير ويعيبين من إيطاليا وما أدري من وين. في أشياء وايد تحتاج إلى تغيير وأهم من الأثاث. ويه مالت على حظي يعني. انا ايش طالبه تبني لي قصر ولا تحط لي يخت على البحر ولا ايش؟ اللهم اقصى اثاث. لو بعد من وين؟ من ايطاليا. رحت فتحت لي محاضره وكتاب. سجل في المذكرات لا يفوتك هذا الحدث. كريمه تعالي. وينك انت؟ غدا جاهز؟ حضري حق ابو حمد علشان يوعان وايد بعد. ايش عندك تطالعيني كذي؟ يلا فارقع عن وجهي. ايش عندك؟ افا بس يا محمد افا، حسبتك بتوقفين معاي في هاليوم التاريخي مثل ما يقولون، لكن اللي صار انك طلعتي وهديتيني بروحك البيت، والحين جايتني وكل همك تغيير الاثاث. ايه تكون غير الا مجله يا ابو حمد ترى. هي اكيد انك مرتاح وشلت عنك المسؤوليه وعور الراس. قلت ها اغير شويه اثاث البيت عشان ترتاح وتريح اللي معاك. ايه لكن الله ما يسامحك. يا محمد فهميني. انا قصدي انك مو بحاطه بالك على البيت. انا مو بعارف شلون كل شيء يمشي في هالبيت في غيابك. حرام عليك يا ريان. قعدت ايام لمن هد حيلي علم الخدم عشان كل شيء يمشي على مزاجي في هذا البيت، وكل هذا تقول لي اني مقصره. عمرك ما اشتكيت، عمرك ما قلت شيء، ايش معنى لهالمره هذه؟ ايش اللي ناقص يعني؟ يقول لك ماكو. يعني قبل لا تشيل ريلك من البنزين سرعتها توصل 120 كيلو متر في الساعة. طيارة يا طلال. هذه يبيلها شارع خصوصي. ولا اللي يشتري السيارة هذه على الأقل يجيب معاه كم شارع؟ وانت ما عندك الا 12.
يا معود ما تشوف سيارتك بس وطنس. الله خوش أكل شو عادين؟ إحنا نحاتي خلق الله ولا سيارة ثواني تجيب 120 بالله عليك هاي بعد 5 دقائق تسوي ما تقول لي؟ ما أقول إلا يلا ستيرة. أركض أصبر أصبر تضحنا. إيش فيك أنت؟ إيش السالفة؟ أنت ناسي أنت الوالد اليوم ذي؟ ناسي ولا مو ناسي؟ ولا ناسي المحاضرة الصبح اليوم؟ تبي عيد علينا مرة ثانية؟ واللي يعني شلون؟ زادت المقررات علينا؟ اسمع أنا بقدم شكوى لليونسكو. إيه؟ بس 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 اسكت اسكت شوف طبجي أبوك يا أصبر أصبر خلي أصبر 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 يا سيد. مساك الله بالخير. يا هلا ومرحبا. هلا هلا يا بوي. يا الله مساك الله بالخير يا بوي. تو الناس شنو؟ لا يا بوي ما في شيء ماكو شيء ماكو شيء يا بوي. ما يصير تسوون فيني كذي. انا الوحيد بهالبيت اللي اتلقى الاوامر. اكل لا تاكل اقعد اوقف وصدقوني بدون ما اعرف ليش. انت اللي تتلقى الاوامر؟ تبي دلال اكثر من هالدلال؟ مو انت اللي يسمونك اخر العنقود وطلباتك كلها مجابه؟ متاكد كلها؟ يبا يبا ايش سويت لهذيك؟ شي خلصك من الحين؟ لا لا خله ما تشوف شو تقول لي ناقصه؟ سياره. شنو؟ اشوف وليد ما حد قال له خلص الثانويه وهات المجموع وخذ السياره. يغير السياره مثل ما يغير هدومه عادي. انا لله وانا اليه راجعون. ان قلت شيء قالوا شوف فلان وعلان. انت شايف سياره وليد وامك شايفه اثاث ما ادري ام ما ادري مين. خلاص خلاص هونت ابوي. لا ابغى اثاث ام ولا ابغى اثاث ابو. زين بس ما دام طلال وليدي حبيبي طالب سياره انا بجيبها له. يما منفجج اكيد اكيدين. شو اللي يصير بالضبط؟ يبا بسم الله. انت نسيتي انه ما عنده رخصه سياقه ويبي له تدريب وتعليم؟ لا يبا من هالناحية تطمن أنا متعلم ومتدرب وجاهز بعد. والدراسة يا فالح والثانوية والمجموع واللي ردينا على المقررات. أنا قلت لك بقدم شكوى لليونسكو ما انت راضي. اقعد يا طلال قعدنا. أقدر أدش ولا ودك نايم؟ قط مرة شفتني نايم الظهر. لا بس قلت الحين يمكن غير. إيه الحين غير كلامك عدل. نسيت ما يوم واحد يقدر يفصل بيني بين حياتي. أنا بغيت يبا. لا أنا ولا أنت. هذا اللي المفروض يصير. أنا الحين واحد ثاني. واحد متقاعد. يعني قاعد منزليا. والمفروض أعلم نفسي شلون أنام الظهر. وشلون أغمض عيوني على اللي قاعد يصير في بيتي. واسكت. يبا لحديك أنت. أنت بكبر السالفة والصغيرة. القضية ما فيها أن طلال يمر بمرحلة معروفة مرينا فيها كلنا. يبي يصير هو محور الاهتمام وبداخله رغبة للتمرد. لو المسألة على طلال طلال عمره هين. لكن أنا أشوف إن البيت كله هش وأحس بالغربة في بيتي. لا غربة ولا شيء. كل اللي صار إنك في لحظة من اللحظات حسيت إن ما عندك شيء وما تقدر تسوي شيء في ال. يمكن خاني تعبير بس حبيت اوضح لك ان الامور اللي قاعد تمر فيها هي وليده اللحظه وصدقني راح تسوي. بس يبا ودي منك طلب واحد. وقت فراغك لا تقضي في البيت. شيء عجيب اهد بيتي في الوقت اللي بديت فيه. احس ان التقاعد اعطاني فرصه حتى اهتم باسرتي من جديد.
يعني في النهاية أنا خسرت الوظيفتين يميع. يا يبا وجودك في البيت رح يخليك الدور المراقب الشديد الصارم وتنسى دور الأب. يقدر يصدر حكم عليه 60 70 مو مهم. المهم هذا شباب حي وموجود. سلام. وعليكم السلام. مساك الله بالخير أبوي. مساك الله بالخير والسرور والعافية يا بنتي الغالية. تفضل. استمعي قاعدة بكافج كملي دراستك. يلا ما عطلك خليك تكملين. الله يعطيك العافية. يعافيك. مشتهية مرة أدخل هذه الغرفة ولا أشم ريحة الحب هذه. وش فيها ريحة الحب؟ أوه نسيت إن عندك حساسية ضد الروائح الجميلة. إنزين يا الجميل، ممكن توقف ضروسك 5 دقائق وتسمعني زين لو سمحت؟ معاك بس خليني قاعد محلي أرجوك. حمد أنا أتكلم جد، موضوع أبوي كثير شاغلني. معاك حكي، هم الموضوع هذا يشغلني بس الزمن كفيل ان يحل قضيته. الزمن باكر يتعود، يتعب شويه ونتعب شويه وفي النهايه الكل بيسلم للثاني ويتنازل. احنا كلنا نعيش في بيت واحد وكل واحد فينا له طريقه تفكيره وحياته الخاصه، والوالد طبيعي الحين تفرغ لنا وبعيد علينا كل القيم والمفاهيم والافكار اللي بناها بداخله، ومن الضروري ان احنا نقتاد فيها ولا صرنا بنظره مخالفين. هني المشكله، الوالد تفرغ لنا واحنا كلنا مو متفرغين له. صحيح، وعلشان كذي بدا يحس نوع من الغربه في البيت وهو بيننا كلنا. والحل الصبر والاهتمام والتفاهم. وكل هذه الاشياء الثلاثه تريد تحصلها عند ماجد وطلال؟ الله يستر. هاي كملت. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. من الأشياء الجميلة في الحياة ومن نعم الله علينا نعمة الأسرة، والأسرة إذا تجمعت وخصوصا على الأكل أسرة متحابة. علشان كذي من اليوم ورايح بنجتمع كل يوم على الريوق والعشاء. زين أشوى، يعني لغيتوا الغداء هم أحسن إن شاء الله. سكتنا. الغداء بتركه حسب ظروفكم. يبا أنا اقترح بعد العشاء نخليه حسب ظروفنا. اقتراح يا أخي، أنتوا كيفكم؟ اقتراحك مرفوض. أنا أؤيد الاقتراح بكل عنف وعصبية. يا سلام، ما تكفينا عصبية واحدة؟ ما حتسوينا عصبيتين؟ شكرا لأختي المصونة والجوهرة المكنونة على تأييدها لنا اقتراحنا بإلغاء العشاء. زين يبا، واللي مسوي رجيم وما يبي يتعشى؟ صادها صغر الأذكياء. اللي يحب يسوي رجيم يقعد معانا نعشي برتقالة ونص تفاحة. احنا فيها والله يبا، اقتراح جميل ويحتاج هالاجتماع الطارئ. اقتراح جميل، لا تقدروا تضيفون عليه اقتراح باجتماع الأسرة حول صحن الحب ونطيح فيه تكسر. لا 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 لا، انا ما معاكم في هذا الاقتراح كله الا وحب حمد. المهم الحين ان الجميع موافق، واللي عنده اعتراض يرفع يده. يبا شو السالفة؟ غيروا الأغنية. أنا اللي عارفه إن الناجح هو اللي يرفع يده. دمك خفيف. لا يعني أنت اللي دمك خفيف. طلال اسكت. إن شاء الله يبا خلاص سكتنا. يبا أنا شايف إن إحنا كبرنا. كبرنا 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 وايد بصراحة. شو الحكي؟ وأنا اقترح ان الوالد العزيز يقعد مع ولده البار اللي هو انا ونفكر بمشروع صغير عشان تعيد نشاطك من جديد. الوالد لازم يرتاح، سوى اللي عليه والباقي علينا. فكرة العمل جيدة يا حمد وتستحق النقاش بصراحة، فكرة ما في مثلها. وانا يبا وانا مستعد اشتغل معاك اوفر تايم. اي نعم يبا، بس يعني هلا هلا بالمعاش ما وصيك. سمعوا عاد، القرار اللي قلته هو اللي بيمشي، مفهوم؟ إذا في آراء ومقترحات نناقشها كلنا في اجتماعنا اليومي، واضح؟ لا ما يصير. لا يا الوالدة يصير، أنا أحتج وأنا ضد هذا الاحتجاج. يا سلام. يلا تفضل. ذبحته كل خمس دقائق تبي بارد. انت ايش خسر؟ شنو؟ اكيد سواها. ها؟
ايه هذا اللي يتزوجون بالسير ولا يتزوجون لازم يقعدون مع طيور الفير لا يتهاوشون الفير ويطلع الزوج فقير مسكين وسيد على المكتب ولا هالفراش قدامه تعال وبتعال يبلي سندوشة فول ولا فلافل اقول عمي ايش رايك يبلي سندوشة فول ولا فلافل قول لي اي واحد منهم تبي والله ما حد مخليني اضرب عن الزواج وما افكر فيه الا انت انا اي نعم انت حد غيرك انت شبه معقد نفسانيا شوف انا لازم اوديك عند طبيب نفساني علشان ارتاح منك هي ايوه كل عقده ولها حلال هاي هلا كل عقده ولها حلال يا زينك وانت تنكت ايه الله كريم بس ابي اسالك سؤال شو اللي يخليك تداوم 8 ساعات وصاير لنا موظف مثالي مثل ما يقولون زين ولا تسوي شيء الاوامر العائليه انت تعرف معنات الاوامر العائليه الأوامر العائلية والعائلة العائلة شيء جميل تدري قم روح بلي قهوة راسي بينفجر ودك شنو شنلف على الكورنيش وبعدين وش يعني ننحاش لا يبا شكرا خايف يا جبان لا لا ما اظن بس حضرت من الطلاب الملتزمين الحلوين اللي عنده حكي زايد يجي عندي هني وراح اعلمه منو انا يا جماعه مو صح اللي قاعد تسوونه انت زين جيت تغلط على الريال اخر مره تسوي شيء زين بعدين الريال عطوه فرصه يكبر شويه بعده صغير لسه قلبه رهيف ما متعود على تسلق الاسوار العاليه سمعوني عدل انا ماني صغير ولاني خايف انا كبير ريال ها ايه كبير ايش كبر يعني قلت لك انا كبير بعدين ترى الوليد صغير وحرام عليكم صغيرون يا حلو ماني صغير سلام يا الله يا الله لحظه تعال بحكيك ايش في الاخو نعم ماني عارفه ايش اللي مضايقكم في احلى من اجتماع يومي للعائله يا سعاد المشكله مو هني الوالد فرغلنا الحين يعني ما عنده شغل غيرنا فهمتي اذا شغل الاب قلتوا مو بزين واذا فضالكم قلتوا مو بزين انتوا ايش تبون بالضبط يا امل الانسان لما يرد بعد فتره ويريد يفرض سيطرته من جديد لازم تحصل بعض المشاكل والصداع والخلافات هني المشكله يا سعاد كان زين ابوي يوقف كذي يوقف بوسط البيت ويقول أنا موجود بس وينه كله يفكر بشغله وصفقاته ويلاحق الزوجة الثانية أبوكي على باله ما أدري شو اللي يفكر فيه بكرة بيفرض علي أم جديدة لا أعرفها ولا تعرفني ولا يمكن أحبها بعد المرحومة إيش اللي يصير فهميني السالفة أنا ما عارفة شيء بعدين يا سعاد أقول لك كل شيء يلا يمشي من اللي مغير افرصالك هذا بيت مقلوب فوق حجر من سوى كذي اتوقع اذا ما كنت غلطان طالناك اعلان شحلاته مياو الابناء الاعزاء هناك مفاجاه اخرى تنتظركم على مائده الغداء لا تفوتكم الفرصه خلنا نشوف السالفه الله يستر الله يستر مفاجأة ها ايش رايكم يا واحد منكم يقول شيء ايش فيكم ايوه ايش السالفه عينت امي طباخه شفت شلون يطنز علي يما انا اسف يما
قاعد تغشمر يا امه ولا انت هي انت لبسك حلو شالكشخاش هالزين لا 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 طلال ماخوذ بالمفاجاه على ما يقولون الحين بتفهموني ان الوالده هي اللي طابخه غد اليوم هذه المفاجاه الاولى اما المفاجاه الثانيه اذا كلتوا اوه بتاكل اصابعك هذه ام حمد كيف نسيت طباخها انا والله ما اذكر انا ما اذكر بس عليك بقول اذكر انا ما اذكر بس حقيقه انا اذكر الله يعني كانت روايح طيبه يا هو اكل زين الله يذكر ذيك الايام يمه الله يذكرها ناقصة شوية زعفران بس مو؟ أنا أعتقد الطعم شوية هيل يبي له بس زيادة صراحة مسكت بالعافية أبوي عليك لذيذ لكن أمي بصراحة أنا نسيت اتصل في امل عشان اعطيها المحاضره ما عليه اطبخ لك بكره انا طبخه خاصه انا بصراحه اسمعوا لي متريق متاخر وانا علي امتحان صعب امتحان رسم وما درست العدل ها انا بكم ها زين كذي؟ زين اللي تسوي فيني؟ زين اللي قاعد تسوي فيه كلنا؟ شنو اللي سويته فيكم ها؟ لكن انا عارف ما حد يبغيني اتعدى منكم